الزراعية مباشرة مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات الهامة. قطاع الثروة الحيوانية دايما بنتابعه وبنتابع ايه اهم مطالب المربيين. اتكلمنا مع حضراتكم اكتر من مرة عن التحصينات واللقاحات، اتكلمنا عن الخدمات البيطرية، ازاي المربي يقدر يحافظ على المشية بتاعته ويكمل بيها الدورة الانتاجية اذا كانت للتسمين او لانتاج الالبان. في السنوات الاخيرة ظهرت مشكلة اخرى ابتدت تزداد يوم او موسم بعد موسم، وهي ارتفاع اسعار الاعلاف، وليها اكتر من سبب: زيادة السكانية وتنافس في المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الاعلاف. نسبة الأعلاف الخضراء قلت بكتير، لكن في أيضا بعض المدخلات ابتدت تزداد أسعارها، والفلاح أو المربي بيسأل إيه المبرر؟ إحنا كنا بنجيبها بأقل الأسعار وما كانش ليها قيمة نقدية، بالعكس إحنا كنا بنزودها لأعلافنا. المربي البسيط بيتكلم وبيقول كده: إيه أسباب ارتفاع أسعار النخالة أو الرضة؟ إيه أسباب إن المربي بعد ما كان بيحاول إن هو يتغلب على ارتفاع اسعار بعض المدخلات ويزود في اسعار مدخلات اخرى علشان يبقى في توازن، في نسبه وتناسب، ويقدر ان هو يكمل الدوره الانتاجيه يحافظ على السعر، دلوقتي كل مستلزمات انتاجه وعلى راسها الاعلاف اصبحت مرتفعه، اسعارها مرتفعه. طيب الفلاح يعمل ايه؟ في الفتره الاخيره فعلا لاحظنا قيام عدد من الشركات برفع اسعار النخاله، وده كان تدريجيا خلال الشهر الماضي، وبتتفاوت في محافظات الوجه البحري لمستويات قياسية تجاوزت 60%، ووصلت نسبة الارتفاع إلى 30% لدى المحافظات التي تشهد انخفاضا في أعداد المواشي، لغاية لما وصلت أو تدرجت إلى 15% محافظات الصعيد. طب ده معناه إيه؟ إن أنا عندي تفاوت في سعرها نفس المنتج من محافظة لمحافظة أو من وجه إبل لوجه بحري. في أسباب أخرى ودي يعني بيتم إطلاقها: ارتفاع أسعار النخالة ضمن تبعيات ارتفاعات أسعار الدولار، ودي أثرت على أسعار الأعلاف لغاية لما وصلت إلى هذه الارتفاعات يعني الفلاح النهاردة بيؤن منها. طب هل شركات مطاحن القطاع العام تأثرت بارتفاع الدولار؟ لأن الدولة بتخصص القمح المحلي لمطاحن القطاع العام لإنتاج الخبز البلدي. تساؤلات كتيرة جدا بيطرحها المربي، لكن الأهم من كده: إزاي نحافظ على هذا المربي؟ إزاي نحافظ عليه وعلى إنتاجه، على الثروة الحيوانية اللي موجودة عنده، نوفر له أعلاف بسعر مناسب؟ كنا بنتكلم معاكم دايما على زيادة الثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية. هل ده ممكن إن هو يتم بعد الارتفاع الجنوني في كل مستلزمات الإنتاج بالنسبة لهذه الصناعة؟ كل التحديات اللي بتواجه صناعة أو الإنتاج الحيواني من أمراض ومن تحصينات ومن غياب في بعض الأماكن لبعض الخدمات البيطرية المفروض المربي يحصل عليها، إلى أن وصلنا إلى أرخص